رجعنا لكم مرة ثانية في عروضاتنا المميزة من شركة بروج العقارية. شقة غرفتين وصالة بمساحة مميزة 140 متر مربع في منطقة بلتلي. العرض عبارة عن شقة في مجمع سكني موجود فيه بنايتين وعدد 45 شقة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة. العرض اللي بنصوره اليوم يعتبر في الدور السابع، مساحتها 140، مساحة كبيرة تعتبر في غرفتين وصالة جميلة جدا وفيها مميزات من شومني وباربيكيو. بالإضافة إلى ذلك موجود أيضا غرفة الدريسنج روم، يعني تعتبر مساحة واسعة في الغرفتين وصالة. الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما انتم شايفين، بوابة إلكترونية، واصل الغاز الطبيعي للمجمع، ما ننسى أيضا أنه موجود مواقف مغلقة، وموجود أيضا بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة بليتلي، مسافة جدا قريبة للمطار تقريبا دقيقتين. بالإضافة إلى موقع مول الفورم والميدان يعتبروه 5 دقائق إلى مول الفورم و10 دقائق إلى الميدان. قبل ما نتوجه إلى الشقة ونديكم تفاصيل أكثر، إنه الخدمات اللي موجودة أيضا أطراف المجمع، السوبر ماركتات من شوك وبيم بالإضافة إلى السوبر ماركتات الأخرى، والمطاعم وموقف الباصات والمواصلات. تعالوا مع بعض إلى أرض الواقع نشوف تفاصيل الشقة والإطلالة المميزة، تفضلوا معنا. زي ما شايفين واجهة البناية زي هذا الشكل، بوابة إلكترونية وكاميرات مراقبة وأرقام سرية لفتح البوابة، واجهة زجاجية زي ما شايفين. مدخل المجمع مدخل جميل، موجود حارس في البناية، نظافة وخدمات المجمع. مصعدين زي ما شايفين في كل بناية، مصعد يسع لخمس أشخاص والمصعد الآخر أيضا لخمس أشخاص. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل الشقة. وصلنا يا جماعة الخير الدور السابع، الشقة غرفتين وصالة مساحتها 140 متر مربع. مدخل الشقة من هنا زي ما تشايفين. المنطقة اللي أنا فيها منطقة الكوريدور وتوزيع الغرف، يميننا الصالة وأمامنا المطبخ وبعدين توزيع الغرف. ميزة المجمع والشقة أنه واصل لها الغاز الطبيعي، والحاجة الأميز أنه غرفتين وصالة بهذه المساحة 140 متر مربع يعتبر مساحة كبيرة في غرفتين وصالة. عندنا لوحة المفاتيح والانترفون، ومنطقة خاصة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبائد. نتوجه إلى الصالة. مساحة الصالة أقدر أقول 40 متر مربع، يعني 8×5 تقريبا مساحتها. أرضياتها باركيه، واجهة أمامية للبحر. قبل ما نشوف الواجهة الأمامية، موجود هنا مشب للنار، منطقة خاصة في فصل الشتاء نقدر نحط الفحم والحطب ونتدفى، بالإضافة إلى أنه التدفئة هنا تدفئة أرضية زي ما تشايفين. واجهة زجاجية بالكامل، الواجهات الفرنسية تعتبر هذه زجاجية بالكامل، إطلالة رائعة جدا على البحر. في عندنا مدخل للمطبخ من هذه الجهة، والمطبخ والمدخل الرئيسي من واجهة الشقة، نشوفها من هنا. عندنا واجهة كاملة حاطين فيها دولاب المطبخ، ألوان رائعة، من تحت لون خشبي، من فوق لون أبيض. أماكن الأجهزة الكهربائية موجودة زي ما تشايفين. في مخرج البلكونة من هذه الجهة، بلكونة جاية على شكل نصف دائري، مساحتها ممتازة، أقدر أقول 2 متر في 6 متر تقريبا أو 5.5، مزودة بالزجاج المتحرك الشرايح. وفي عندنا حاجة مميزة أيضا، عندنا مكان خاص للباربيكيو ف
في البلكونة. حاجة رائعة جدا، نحط جلستنا الجميلة هنا وشواءنا في البلكونة. إطلالة خيالية جاية بانورامية على البحر وعلى المدينة. المنطقة اللي موجود فيها الشقة زي ما شرحت لكم في بداية الفيديو منطقة بيلتلي، مخدومة بكل الخدمات. المواصلات يمر من بداية المواصلات يمر على بوابة المجمع. بالقرب من المجمع موجود مسجد وسوبر ماركتات أيضا زي ما شرحت في بداية الفيديو. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نتوجه إلى تفاصيل الشقة من المطبخ. تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل الباقية. مدخل الشقة زي ما شايفين من هنا، أعطيناكم تفاصيل الصالة والمطبخ والبلكونة. نشوف مع بعض الغرفة الأولى. الغرفة الأولى هذه كمان مشتركة في البلكونة. البلكونة هذه الصالة والمطبخ، وهذه الغرفة مشتركة فيها. نجي نشوف دورة المياه الرئيسية، مساحتها ممتازة. عندنا الكلوزيت والمروش، وعندنا هنا منطقة خاصة نقدر نزودها بالزجاج الحامي، ومنطقة خاصة بغسالة الملابس. نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية، مساحتها ممتازة. المساحة اللي انتم شايفينها هذه مساحة خاصة بالسرير، وإطلالة مميزة على البحر. في المنطقة الداخلية هذه، المنطقة هذه منطقة خاصة بالدريسنج روم، نقدر نحط دواليب أرفف خاصة بالملابس، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر. وراء الباب موجود المغسلة والكلوزيت والمروش. إطلالة غرفة النوم الرئيسية أيضا إطلالة مميزة على البحر، شيء رائع جدا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن شقة غرفتين وصالة مساحتها 140 متر مربع في منطقة بيلتلي. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو كل المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.